جد كلها بس ياس ما جاي من والله. هاي الشجرة زرعناها قبل كذا سنة والحمد لله والشكر حصدنا ثمارها وطعمناها بتفاح. وهاي طبعا كل أنا من هذا المكان أدعو أهل النجف إنه كل من عنده استطاعة يزرع له ولو شجرة صغيرة حتى يغير المناخ، لأنه إحنا بالسنين الجاية راح المناخ يتغير حيل والحرارة راح تصعد بسبب التغيرات الظروف والجو ما أعرف شنو. فإحنا نريد توعية لهذا الموضوع. الشباب اليوم اللي بدأوا به تقريبا 100 شجرة أو 1000 شجرة وراح يوصلون 10,000. إحنا ما نريدك توصل 10,000، نريدك شجرة واحدة كافي. إذا ما تريد تزرع انشر، قول ازرع، سوي توعية بالموضوع، يعني مو إلا تزرع، وعي الناس على الزراعة. احنا حملة تزجير وتنظيف مقبرة وادي سلام، حملة شبابية انطلقنا تقريبا قبل أنا الفكرة انه هي كانت قبل 6 أشهر، بديت وحدي، نجمع الفريق، كوننا شتلات وطلعنا، زرعنا 100، طموحنا 10,000، الفريق انجمع قبل أسبوع، تسهلت، أنا أتمنى الناس انه تدعم هاي الحملة وتدعم هاي الفكرة، فكرة تزجير من أجل نجف أجمل، بتزجير مقبرة وادي سلام. الهدف انه من أجل نجف أجمل ومن أجل انه مقبرة وادي سلام بها أعزاء وناسها بها هنا انه تستحق ان تكون لوحه خضراء، اسوة بالمقابر اللي موجوده باوروبا وموجوده بكل العالم، انه اكو لوحات خضراء، هاي مقبره وادي السلام، هاي بجوار امير المؤمنين، تستحق ان تكون لوحه خضراء.